الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، يسعدني في هذا اليوم أن ألتقي بكم أيها الطلاب أيها الشباب في درس من الدروس في القراءات السبع، وسنتحدث إن شاء الله في هذا اليوم عن بدر من البدور السبعة، وعن قارئ من القراء السبعة، وعن إمام جليل نقل إلينا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أن أشرنا في الدروس الماضية عن جملة من هؤلاء الأئمة السبعة الذين أثنى عليهم الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، فقال: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا. حديثنا اليوم عن إمام من هؤلاء الأئمة السبعة، وعن بدر من هؤلاء البدور السبعة، وعن قارئ من هؤلاء القراء السبعة. انتهت إليه مشيخة الإقراء بالكوفة بعد مشايخه الأعمش وغيرهم، وكان إماماً ثقة حجة ورعاً زاهداً تقياً، وكان يلقب بحبر القرآن، واشتهر عنه واشتهر كثيراً بالزهد والعبادة والصلاة، وكان يقرئ القرآن بالليل والنهار حتى استفاضت قراءته وانتشرت وأخذت عنه واشتهر بتلك القراءة، فيقال قراءة فلان نسبة إليه، وذلك لأنها نسبة كما أشرنا سابقاً نسبة اشتهار واستفاضة حتى عرف بتلك القراءة فنسبت إليه. حديثنا اليوم أيها الشباب عن إمام يعد من الأئمة السبعة، بل من أشهر القراء السبعة ومن أشهر القراء بالكوفة. سنتحدث إن شاء الله في هذا اليوم عن الإمام السادس من الأئمة السبعة، وهو الإمام حمزة الزيات. وسنتناول إن شاء الله في هذا اليوم قبل أن نشرع في أصول قراءته ونعرف كيف يقرأ بالقراءات وكيف نقل إلينا هذه القراءات، لا بد أن نتكلم عن ذلكم الإمام ونعرف ما هي سيرته وما هي حياته، من هم مشايخه الذين نقل إلينا قراءتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نعرف مكانة هذا الإمام العظيم الذي عرف بالقراءات وعرف بهذه القراءة، فيقال قراءة حمزة، قراءة حمزة الزيات، حمزة الكوفي، فإنه كان إماماً كبيراً مشهوراً في العالم في وقته في زمنه، حتى نسبت إليه مشيخة القراء بالكوفة فقيل قراءة حمزة الكوفي، قراءة حمزة الزيات. فيا ترى من هو حمزة هذا الذي اشتهر بهذه الشهرة الكبيرة وذاع صيته في الآفاق، وكان إماماً كما ذكرنا سابقاً إماماً ثقة زاهداً ورعاً تقياً، اشتهر بالزهد والورع والعبادة والإقراء. سنتناول إن شاء الله في هذا اليوم ما يتعلق باسمه وكذلك نسبه والألقاب التي يلقب بها، وعن كنيته وعن مولده وشيوخه، وكذلك عن تلاميذه الذين نقلوا إلينا قراءته، وكذلك عن وفاته. وسنتناول إن شاء الله سنتحدث عن أيضاً ما يتعلق بسنده في القراءة، سنتناول إن شاء الله ما يتعلق بسند حمزة في القراءة، عمن أخذ القراءة، عمن إلى أن تصل القراءة إلى الله جل وعلا. بدءاً في هذا اليوم سنعرف من هو حمزة الزيات. أما عن اسمه فهو حمزة، اسمه حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي الزيات، اسمه حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي الزيات. وتلاحظون أيها الشباب بارك الله فيكم أنه نسب إلى الكوفة، وذلك لأنه استقر في الكوفة بالعراق فأقرأ فيها كتاب الله عز وجل، حتى إن تلك القراءة نسبت إليه فنسب هو إلى تلك البلدة، فيقال
قراءة حمزة الكوفي. أما عن الألقاب التي يلقب بها فإنه يلقب بالكوفي ويلقب أيضا بالزيات. الكوفي كما أشرنا قبل قليل نسبة إلى الكوفة بالعراق، البلدة التي استقر فيها ونشأ فيها وأقرأ فيها القرآن الكريم. أما نسبته إلى الزيات فإنه كان مشتغل بالتجارة، فكان ينقل الزيت من الكوفة إلى حلوان، ثم ينقل الجبن والبضائع من حلوان إلى الكوفة. فلما اشتهر بتجارة الزيت نسب إلى الزيات ولقب بالزيات نسبة اشتهار لأنه اشتهر بتجارة الزيت. أما عن كنيته فإنه يكنى بأبي عمارة، فإذا قيل أو نص الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته وذكر أبا عمارة فإنه يقصد بذلك الإمام حمزة الزيات الذي يلقب بأبي عمارة. ننتقل إلى مولده رحمه الله تعالى، نجد أنه ولد عام 80 من الهجرة. فإذا كان رحمه الله تعالى ولد عام 80 من الهجرة فإنه قطعاً سيدرك أو أدرك بعضاً من الصحابة الذين عمروا كثيراً كأنس مالك رضي الله عنه، فإن أنس مالك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده، فعمر أنس طويلاً حتى جاوز 100 تقريباً. فقطعاً يكون الإمام حمزة الزيات قد أدرك بعضاً من الصحابة الذين عاشوا وأدركهم، قد يكون سمع منهم أو لم يسمع منهم لكنه قطعاً أدرك بعضاً منهم ممن عمر طويلاً. طيب ننتقل إلى شيوخه الذين أخذ عنهم القراءة. حمزة رحمه الله تعالى أدرك في زمنه ومن طبقة التابعين، يعد من طبقة التابعين، أدرك جملة من التابعين الذين أكبر منه سناً وتلقوا القراءة عن الصحابة رضي الله عنهم. فمن هؤلاء العلماء الذين أدركهم سليمان بن مهران الأعمش، الأعمش واسمه سليمان بن مهران الأعمش، فإن حمزة قد قرأ وعرض عليه القرآن الكريم، فهو من أبرز من مشايخه، أبرز أشياخه الذين أخذ عنهم القراءة شيخه الأعمش، فإنه عرض عليه القرآن كما سيأتينا بعد قليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من أشياخه الذين أخذ عنهم القرآن أيضا جعفر الصادق، جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن الحسين بن علي رضي الله عنه كما في هذا السند، فإنه أخذ القرآن عن جعفر الصادق عن محمد الباقر عن علي بن الحسين عن الحسين أو عن جده علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أيضاً من أبرز أشياخه ومشايخه الذين تلقى وعرض عليهم القرآن الكريم. من مشايخه الذين أخذ عنهم أيضاً أبي إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي من أبرز مشايخه الذين نقل إليهم القراءة، فإنه قرأ على أبي إسحاق السبيعي عن أبي عمران عن كذلك عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضاً من مشايخه الذين أخذ عنهم القراءة حمران بن أعين، حمران بن أعين هؤلاء جملة من أشياخه الذين تلقى عنهم القراءة، وغيرهم كثير ممن أدركهم وأخذ عنهم القراءة عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حسبنا أن نقتصر على اثنين من هؤلاء المشايخ الذين قرأ عليهم وأدركهم وأخذ عليهم القرآن الكريم، ونتكلم عن سندهم في القراءة. فسنأخذ عن إمامين فقط وهما الأعمش وجعفر الصادق، وسننظر إلى سند هذين التابعين أو الإمامين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر إلى حمزة الزيات شيخنا وإمامنا في هذا اليوم،
نجد أنه قرأ على من؟ على شيخه الأعمش، وشيخه الأعمش قرأ على يحيى الأسدي، عرض عليه القرآن على شيخه يحيى الأسدي عن زير بن حبيش، ومر معنا زير بن حبيش في قراءة عاصم. وزير بن حبيش قرأ على ابن مسعود رضي الله عنه، وابن مسعود أخذ القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله جل وعلا، فهو بهذا السند المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا نظرنا إلى قراءته على شيخه الأعمش يكون بهذا الطريق، فيقال من طريق أو من رواية الأعمش عن يحيى الأسدي عن زر بن حبيش عن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا إلى شيخه الآخر وهو محمد وهو جعفر الصادق، سنجد أن جعفر الصادق قرأ على محمد الباقر، وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قرأ جعفر الصادق على محمد الباقر، محمد الباقر على أبيه محمد الباقر عن علي بن الحسين، وعلي بن الحسين قرأ على جده علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سند شريف، شريف عن شريف عن شريف، فهو قرأ على جعفر الصادق الشريف الإمام جعفر الصادق عن الإمام محمد الباقر عن الإمام علي بن الحسين عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نال شرف السند بطريق أئمة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سند يعني له ميزة على غيره من الأسانيد. أيضاً مما ذكرنا من أشياخه الذين قرأ عليهم، قرأ على أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي له طريق آخر، فإنه قد قرأ على أبي عمران وعن علي عن محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو سنده في القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إلى أبرز القراء أو أشهر القراء الذين عرضوا على حمزة رحمه الله تعالى، عرضوا عليه القرآن الكريم وأخذوا عن تلك القراءة. من هؤلاء القراء الإمام الكسائي، فإن الإمام الكسائي وهو القارئ السابع من القراء السبعة، سنتكلم عنه إن شاء الله في الدروس القادمة، فإن شيخه الإمام حمزة، فهو إمام الكسائي قرأ على حمزة الزيات، فهو يعد من تلاميذ الإمام حمزة، وكذلك الإمام يحيى اليزيدي، الإمام يحيى اليزيدي وله قراءة مشهورة عنه من تنسب إليه فيقال قراءة يحيى اليزيدي، فإنه قد قرأ أيضاً على الإمام حمزة الزيات رحمه الله تعالى، وهذا شرف أن الشيخ إمام وتلاميذه أصبحوا من بعده أئمة أيضاً. وأيضاً من تلاميذه يا إبراهيم بن أدهم، إبراهيم بن أدهم يعد إماماً من الأئمة وواعظ من الوعاظ الذين اشتهروا في ذلك الزمن، وهو قرأ على حمزة الزيات. وكذلك أيضاً الإمام يحيى الفراء اللغوي، فإنه أيضاً من الأئمة الذين عرضوا القرآن الكريم على حمزة الزيات ونقلوها من بعدهم، وكذلك سليمان بن عيسى والحسين الجعفي. كل هؤلاء التلاميذ لو لاحظنا أيها الشباب بارك الله فيكم أن هؤلاء التلاميذ هم أئمة من أئمة الإسلام، فإبراهيم بن أدهم اشتهر بالوعظ والتذكير والرقائق وكان إماماً زاهداً ورعاً، الإمام الكسائي إمام في اللغة وإمام في القراءات، فهو من تلاميذ إمام حمزة الزيات رحمه الله. كذلك الإمام يحيى اليزيدي إمام من أئمة القراء أيضاً، فهو إمام بعد شيخه أيضاً. وكذلك الإمام يحيى الفراء فهو إمام في اللغة العربية، وهو أيضاً من تلاميذ الإمام حمزة الزيات. نعود إلى وفاة ذلك الإمام، فإنه نجد أنه توفي رحمه الله تعالى عام 156 من الهجرة، فتوفي عام 156 من الهجرة. ننتقل إلى تدريب الكتاب معنا، نجد أن من ضمن التدريبات الكتاب يقول: إذا كان حمزة رحمه الله تعالى ولد عام 80 من الهجرة،
وتوفي عام 156 من الهجرة، كم يكون عمره عند وفاته؟ كم يكون عمره عند وفاته؟ لو طرحنا 156 من 80 سنجد أنه توفي عن عمر 76 عاما، فعاش رحمه الله تعالى 76 عاما. وهذا هو إجابة التدريب الأول الذي معنا في الكتاب، وهو عن حياة أو عمر الإمام حمزة إذا كان ولد 80 وتوفي 156. الإمام حمزة رحمه الله تعالى كما ذكرنا كان إمام الدنيا في القراءات في وقته، وقد أثنى عليه العلماء والأئمة الذين ترجموا له. من هؤلاء الذين أثنوا عليه ثناء عطرا ومدحوه وأثنوه وأطروه بالعبارات التي يستحقها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، فإنه قال: وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا، فأثنى عليه بأنه كان من أهل القرآن وكان ورعا رحمه الله تعالى. وكان أيضا من الثناء الذي أثني عليه كان شيخه الإمام الأعمش وهو شيخ حمزة، كان إذا رأى تلميذه حمزة قال عنه: هذا حبر القرآن، هذا حبر القرآن. ويكفي بهذا الثناء العطر أن شيخه يصف تلميذه بهذا الثناء ويصفه بأنه حبر القرآن، وهذه منزلة عظيمة، كما كان ابن عباس رحمه الله تعالى حبر القرآن والقرآن وترجمان القرآن. وكذلك أثنى عليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال: شيئان غلبتنا فيهما يا حمزة لا ننافسك فيهما أبدا، القرآن والفرائض. فإنه اشتهر عنه أنه كان فرضيا، أي يقسم التركات والإرث، وكان أيضا إماما في القرآن الكريم. ولذلك قال الإمام حمزة: شيئان غلبتنا فيهما يا حمزة القرآن والفرائض. وهنا وقفة أيها الشباب، إلى أن طالب العلم لا ينبغي له أن يقتصر على جانب فقط من جانب العلم، فيقول: أنا تخصصت في القراءات فقط ولن أتعلم اللغة العربية أو لن أتعلم الفقه أو لن أتعلم الحديث. فهذا الإمام حمزة رحمه الله تعالى كان إماماً في الفرائض، وكان إماماً أيضاً في القرآن، بل كان إماماً في اللغة العربية، فكان موسوعة علمية جمع بين الإقراء وجمع بين الحديث وبين أيضاً ما يتعلق بالفرائض. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما قرأ حمزة شيئاً من كتاب الله إلا بأثر. ما قرأ حمزة شيئاً من كتاب الله إلا بأثر، أي بسند، فإن حمزة ما هو إلا مجرد ناقل لقراءة من كان قبله، فهو يقرأ بأثر وبسند، لا قراءة مخترعة من عنده، فهي قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حمزة كما أشرنا اشتهر عنه بالزهد والورع والعبادة والتقى والأمانة والصدق، فكان رحمه الله تعالى منذ أن يصلي الفجر وهو يقرئ كتاب الله عز وجل إلى قبيل الظهر، ثم يقوم فيصلي ما كتب الله له من سنن الضحى، ثم يصلي الظهر، ثم يصلي ما بين الظهر إلى العصر، ثم يقرئ كتاب الله عز وجل إلى الليل. فكانت حياته كلها لله عز وجل، ليله ونهاره قارئاً مقرئاً معلماً لكتاب الله عز وجل. ويصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإنه كان كما ذكرنا وأشرنا كان زهداً وارعاً ورعاً، وكان لا يأخذ على إقراء كتاب الله شيئاً. فتصور منذ أن يصبح منذ الفجر إلى أن ينام بالليل ولا يأخذ على الإقراء شيئاً، بل يعلم ذلك احتساباً وطلباً للأجر لينال ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وصدق عليه قول الشاطبي: وحمزة ما أزكاه من متورع إماماً صبوراً للقرآن مرتلاً، فإنه كان مرتل للقرآن وكان عالماً به رحمه الله تعالى. خلاصة هذا الدرس ونوخص هذا الدرس إلى أن الإمام حمزة الزيات هو الإمام السادس من الأئمة السبعة الذين ذكرت ونقلت إلينا قراءتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الإمام يكنى بأبي عمارة ويلقب بالزيات، وأنه أدرك الصحابة رضي الله عنهم
وأنه قد قرأ على الأعمش وعلى جعفر الصادق وعلى غيرهما، وأن قراءته ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السند المتواتر. وسيكون لنا إن شاء الله لقاء في الدروس القادمة سنتكلم عن أشهر الرواة الذين نقلوا إلينا قراءة حمزة، فإنه قد اشتهر عن بعض الطلاب الذين انبروا لتعليم قراءته فنقلوها إلينا، ومن هؤلاء خلف وكذلك خلاد وغيرهما، وسنقتصر على التعريف بهذين الراويين خلف وخلاد، وسيكون الحديث بقية إن شاء الله في الدروس القادمة. بارك الله فيكم أيها الشباب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.